إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا وقف ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفسير والإكمال. تغذيرا وتسيرا المتعالي في عظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. خلق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم الذي ارسله الى جميع الثقل الانس والجن بشيرا ونذيرا وداعما الى الله باذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو العرش المجيد. صدق الله العظيم الوهاب الذي قضت لعظمته الرقاب ولامت لقدرة الشدائد الثلاث رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقادر الثور شديد العقاب ذكر لا اله الا هو اليه المصير. صدق من لم يزل جليلا صدق من حسبنا به كفيلا صدق الهادي اليه سبيلا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين وما اوجب واعتمى علينا عن الجاهدين والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به
علينا من نعمات العظيمة. وهنالك الجسيمة حيث انزلت علينا خير كتبك وارسلت الينا افضل رسلك وشرعت لنا اعظم شرائع دينك الذي كتبته لنفسك والذي بنيته على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأكل بيت الله الحرام ولك الحمد على ما يحفظه من صيام شهر رمضان المبارك وتلاوة كتابك العظيم الذي لا يعطيه الباطل من طيبه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد كما هديتنا للاسلام وعلمتنا الحكمه والقران. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. ولك الحمد كما هديتنا للاسلام وهديتنا للسنه وهديتنا لمعالم دينك الذي اهتديت الذي ارتضيته لنفسك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نعطينا بيدك ماض فينا حكمك عمر فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت دينك أو أنزلته في كتابك أو أبلغته أحدا من خلقك أي تعطت بي في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور سريرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك ودليلنا عليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارزقنا تلاوة وآناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعل اللهم ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويزيغ حدوده برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا اللهم ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بكتابه ويكون وقت تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل هذا القران لنا مؤنسا في القبور. اللهم اجعله قائدنا وفارقنا ودليلنا اليك وإلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان فيه من خطر ونسيان أو تفضيل أو تعقيل أو تفضيل آية في غير مدرك غير موضع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا في القرآن العظيم الذي
الذي رفعت مكانك وعزت سلطانك ووضحت برهانك وقلت يا عبد القاعد سبحانك لولا قرات او فكر القران وجدك النظام وأبصر ذاك الأعمى وأوضحها بيانا ظاهر القرآن وظاهر البرهان فيه وعد ووعيد وتقدير لا يعطيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا اننا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اننا سمعنا منادي ان ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا واعطنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد ما اختلف الليل والنهار وصل اللهم على محمد ما ذكره الذات من الابرار وصل على محمد وعلى زوجاته الطاهرات امهات المؤمنين وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وعلى العلى من اهتدى بهذه وسنة واستنى بسنته الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على المهاجرين والانصار برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنا لا يعذب من عليك ولا يعز من عاديك تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت وبالنبيك الذي أرسلت. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا
رحمتك نستغيث. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وبركة وصحة وسلامة وشافع رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير. وما أنزلته فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. اللهم انا نعوذ بك من قلب لا تخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تغفر لجميع موتى المسلمين الذين سلمونك بالوحدانية وعلميك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووفق مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم اللهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من السند. وجاهده اللهم بالاحسان احسانا وبالساعه عفوا وغفرانا. ونعم اللهم برحمتك واحسانك الى كل ما مكروا اليك. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم جميعا كما يغفرنا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى ان لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مفروش وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مقبول. يا حي يا قيوم برحمتك يا ارحم الراحمين. نسالك اللهم ان تختم لنا شهر رمضان بنصرانك. إلا أتم نأبقة آجالنا فرحا سابقنا وأحسن الخلافة على باقينا. اللهم امسنا بحلالك عن حرامك واغنى اللهم بفضلك عمن سواك. اللهم نسألك أن تغنينا عمن أغنيته عنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ويسكت كرب المطلوبين واخذ السيل عن المدينين. واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين في برك وبحرك اجمعين. اللهم اعطي شبابنا شباب الاسلام والمسلمين وخذ اللهم من ايديهم الى ما تحب وترضى ووفقهم اللهم بالعمل بما يرضيك. برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا وقف ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس